الخبر الثالث، بروسيا دورتموند بيخفف من احزان اوبا، واوبا هو بيير امريك اوباميانج نجم وهداف الجابون بعد الخروج طبيعي، لان هو زي ما بيقولوا عليه نجم الشباك او فرس الران هناك في نادي الفيستيفالي هناك في بروسيا دورتموند مع مدربه توماس توخيل، وقالوا له في تويتر لا تحزن نتطلع لعودتك اوبا منتظرينك. تعال بقى ارجع طبعا ارجع ودي قيمه برضو مختلفه. شفت تويتر لستوك سيتي وهم بيهنوا رمضان صبحي بالفوز والانتصار والاداء، شيء جميل طبعا اكيد يا كابتن حمادي، اكيد بيرفع من روح المعنويه بتاع اللعيب، يعني بيحسسك اللعيب ده قيمه حتى النادي بتاعه. يمكن هرجع لورا شويه لما نادي اندرلخت كرم احمد حسن، يا سلام شفت القيمه. لعب معاه موسمين وخد دوري بيرجعوا يكرموه، فدي حاجه طبعا في تاريخ اللاعب، في حاجه معنويه بالنسبه له، فدي حاجه كويسه جدا طبعا من المدربين. المشكله كانت لو سمحت لي يا كابتن حماده انه انطونيو كاماتشو مدير الفني الاسباني مشى ابو اوباميانج كان المدرب المساعد المدرب العام فمشى قبل اسبوعين، فقالوا انه ده احد الاسباب اللي خلت حتى اوباميانج يبقى مش مركز، لان هو طبعا مش في حالته، سجل هدفين. بس اقول لحضرتك على حاجه، فرقه الجابون شفناها من اول يوم مش فرقه بطوله، يعني كان بتعتمد على الشحن الجماهيري والملعب والقوه. هم قالوا المرور للدور الثاني ربما ما ياخدش الكاس يا كابتن حمادي، لكن كدوله منظمه كان بيتطلع يعدي الدور، والماتش كان ممكن يوصل قريب حتى اخر ثانيه الجون الفرصه المركبه في العارضه والجون على الارض بيطلعها كان ممكن يوصل مستريح. على فكره اخد من كلام الكابتن حمادي وكلام حضرتك، من الفرق الجابون انا شايف ان هي ادت اداء جيد جدا قصاد الكاميرون. انا شايف ان هي ادت مباراه بس الوحيده المباراه الوحيده بس كانت مباراه فاصله للطرفين، هي كانت الاقرب، وفي اخر في الدقيقه 45 او 46 مضيعين هدف اكيد، وكانوا الافضل في الشوط الثاني، فكانت ممكن تقول الكفه متساويه في المرحله النهائيه بجانب ان هي الدوره المضيفه، فاعتقد انهم عملوا مجهود جيد جدا في المباراه الاخيره بس، وكانت ممكن تبقى الفرص متساويه في الصعود، انما خلاص كمان برضو من الفرق الكبيره والنتيجه برضو شبه عادله يعني.